اللبن. اوكي، فاذا صلصه لبن، ما بتصدقوا اللبن مع البقله قديش صيفيه. هلا رح نحط عصير الليمون، رح نحط رشه السماء، ورح نحط زيت الزيتون، ورح نخلط كتير منيح، ورح ننزل عليهم الخل مع الخلط المستمر. فإذا إيش حطينا؟ لبن، زيت زيتون، خل وسماء. هلأ رح نحط رشة فلفل بسيطة ونقطة ملح، ما رح أكتر، أنا بحب الفلفل يعني حتى على السلطات بحط فلفل عادي ما بتفرق، وملح بس ما نكتر عشان ما يصير فينا زي اللحمة. يلا شايفين هاي كل مقادير الصلصة صارت عندي جاهزة. رح أعيد اللبن والسماء بالإضافة لزيت الزيتون وعصير الليمون والخل والملح والفلفل. أوكي؟ هلأ شوفي هاي الصلصة الزاكية شو بده ينزل عليها؟ أيوه بده ينزل عليها البقلة طبعاً، شايفين ما أحلاها؟ شوفوا هلأ قديش أصلاً رح تدبل ورح يتضاءل حجمها بسرعة هائلة أول ما تمسك الدريسنج أو تلقط فيه. رح نحط خيار ورح نحط جزر، هذا كله مبروش، الجزرات كتار، خلي الخيار هيك تمام. رح نحط عليهم بصل أحمر كتير بيلبق مع البقلة وكتير بيلبق مع اللبن صح، والسماء. أوكي نسيت إشي واحد، سوري آسفة، في دبس الرمان طبعا على الصلصة، هي دبس الرمان. فإذا لبن والدبس الرمان والزيت والخل وعصير الليمون والملح والفلفل والسماء. هلا رح نحط شوية رمان جوا، ورح نحطنا يا ستنا العزيزة الفجل. شوفي قد ايه صيفية، شوفي هالألوان أنت، أحلى تقطيعة الفجل صح؟ والفجلات أصلا هالقد، هاي البندورة الكرزية، خلي شوي للتزيين، وبصل أخضر ممكن. أوكي شو ما أنت حابة، هلا تضيفي أشياء خضار ورقية مثلا، ممكن تحطي شوية نعناع كثير بتلبق فريش، وفريش وهيك طعمتها مع اللبن. أنا عم بحط لكم الأشياء اللي بتلبق مع اللبن كثير، فبتطلع كثير طيبة هيك. هلا يا ستنا العزيزة ضل إشي واحد اللي هو الفلفل الحار، هذا اختياري بس برضه زاكي مع اللبن. وآخر شيء رح أحط الجوز بس على الوش، في جوز لسه طبعا، هلا بدنا نكسر الجوز من فوق. بس دائما انا ايش بحكي لما بكون عندك مكون ايش يا روان؟ ايوه اذا كان غالي غالي من فوق. من ايش بنعرض فيه؟ 6 كوب من البقله، بدنا نعنع، بدنا خيار، فجل وجزر كله مبشور. اوكي بعدين بدنا بصله حمراء مقطعه لجوانح او شرحات، بدنا فلفل حار بالاضافه للبندوره الكرزيه والرمان والجوز. اما الصلصه هي زيت زيتون، بعدين رح نحط لها شويه لبن، ورح نحط لهم دبس رمان كثير بيلبق معاهم، وبدنا شويه خل وبالإضافة لعصير الليمون.